طابت أوقاتكم. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريون يواصل زيارته للبنان، حيث اجتمع قبل الظهر مع كل من رئيسي الجمهورية ميشيل عون ومجلس النواب نبيه بري، وحسم أمر لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري بعد الظهر على أن يجتمع في قصر الصنوبر مع عدد من فصائل المجتمع المدني. كل التفاصيل مباشرة مع ليندا مشلب. ليندا، ماذا لديك؟ يعني دانا، خلينا نفصل هالزيارة اليوم بشقين، الشق ما قبل الظهر اللي هو كان الشق الرسمي المعلن عنه والمحادثات الرسمية، والشق ما بعد الظهر اللي هو اللقاءات البعيدة عن الإعلام واللي ستتوج باللقاء مع الرئيس المكلف سعد الحريري. أصبح ثابت هذا الأمر أنه سيلتقيه ربما بعد الإفطار، لأنه عنده إفطار بعتقد مع جمعية خيرية بقصر الصنوبر. وبلقاءاته قبل ما نحكي طبعا عن قبل الظهر، بلقاءاته بعد الظهر بعد مش معروف كمان، بعده البرنامج مفتوح، التقى حوالي الساعة 2:30 الرئيس أو رئيس حزب الكتائب النائب المستقيل سامي الجميل، كان من ضمن لقائه للمجتمع المدني، وهو في لقاءات كثير عم بيعول عليها اليوم، يعني عنده أكثر من لقاء مع الان جي اوز ومع المجتمع المدني، مع جمعية الشبيبة المسيحيين وغيرها من المنظمات اللي يعني الحقوقية وغيرها اللي فاعلة بلبنان. هل طبعا من ضمن الان جي اوز، وبعد هذه الاتصال يعني اللقاءات اللي راح يقوم فيها بعد الظهر، يعني بنسال انه وين ممكن ان تصرف بحل الازمه. لا، على ما يبدو يعول على هذا الامر الوزير الخارجيه الفرنسي جان ايف لودريون، من حتى يشوف شو ممكن تكون الخطوه الفرنسيه التاليه، لانه هن بيعتمدوا على هذه المنظمات والحركات يعني المدنيه من اجل تحديد الخطوه المقبلة. فينا نقول عمليا بعد الظهر سيحدد موقف ما، رح يكون في شغل باتجاه ما، ومن بعدها بتكون مع الرئيس المكلف سعد الحريري يعرف ماذا يعني رح يكون، ماذا سيكون موقف الفرنسي، ماذا سيبلغ الرئيس المكلف، والرئيس المكلف شو رح يقول ايضا للمسؤول الفرنسي، علما انه في لقاء مع البطريرك الراعي. هن ما قالوا يعني انه مثل ما الكل عم بيقولوا انه ما تحدد اي لقاء، ولكن في لقاء مع البطرك الراعي. فهل انه هناك مسعى جديد ممكن العمل عليه، ممكن ان يدخل فرنسي بشكل مباشر عليه من على الارض من لبنان مباشره، خصوصا انطلاقا من مبادره الرئيس نبيه بري اللي انحكى فيها بلقاء عين التيني؟ رح ارجع للاجتماعات الصباحيه. لودريون وصل الساعه 12:30 امبارح بالليل، يوم اول لقاءاته استهل بالقصر الجمهوري بلقاء رئيس الجمهورية 40 دقيقة من الوقت. على ما يبدو البيان اللي طلع من القصر الجمهوري بيّن أنه ما كان اللقاء يعني مريح، وكأنه في سمع، وأصلاً قال لودريون أنه هو عنده رسالة شديدة اللهجة رح يوجهها للمعنيين بلبنان، وخصوصاً المعنيين عن عرقلة التشكيل الحكومي. بيقول البيان اللي صدر عن القصر الجمهوري، بيقول أنه تحقيق الإصلاحات التي يشكل يعني انحكى طبعا شو قال رئيس الجمهوريه للمسؤول الفرنسي، وليس ولم ما عرفنا ماذا قال المسؤول الفرنسي لرئيس الجمهوريه اللي حضر اللقاء معه الوزير سليم جريساتي. اذا بيقول انه تحقيق الاصلاحات التي يشكل التدقيق المالي البند الاول من المبادره الفرنسيه المعلنه في الاول من ايلول الماضي هو امر اساسي للنهوض بلبنان واستعاده ثقه اللبنانيين والمجتمع الدولي. كذلك هناك اولويه قصوى لتشكيل حكومه جديده تحظى بثقه مجلس النواب، وكرر ثقة مجلس النواب أكثر من مرة، مشيرا إلى أنه سيواصل بذل الجهود للوصول إلى نتائج عملية في هذه المسألة على رغم العوائق الداخلية والخارجية. وهذه أيضا كانت رسالة إلى أنه هو رح يواصل رغم العوائق، وهو وضع الكرة بملعب الرئيس المكلف عندما قال عدم تجاوب المعنيين بإتباع الأصول الدستورية والمنهجية المعتمدة في تأليف الحكومات. وأيضا يقول البيان، عرض الرئيس عون للوزير لودريون المراحل التي قطعتها عملية تشكيل حكومة، شارحا المسؤوليات الدستورية الملقاة على عاتق رئيس الجمهورية بموجب الدستور المؤتمن عليه، وعلى مسؤوليته في المحافظة على التوازن السياسي والطائفي خلال تشكيل الحكومة لضمان نيلها ثقة مجلس النواب المرة الثانية اللي بيقولها. وشدد الرئيس عون على كلفة الوقت الضائع لإنجاز عملية التشكيل. طلب الرئيس عون من الوزير لودريون مساعدة فرنسا خصوصا والدول الأوروبية عموما في استعادة الأموال المهربة إلى الخارج، مؤكدا أن ذلك يساعد على تحقيق الإصلاحات وعلى ملاحقة من أساء استعمال الأموال العامة أو الأموال الأوروبية
المقدمة إلى لبنان أو هدر الأموال بالفساد أو تبييضها، وذلك استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وحمله تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، شاكرا اهتمامه الدائم بلبنان وحرصه على مساعدته في المجالات السياسية والاجتماعية والصحية والتربوية كافة. بعين التين اللي انتقل مباشرة الوزير الفرنسي، كمان دائم اللقاء حوالي 3 أرباع الساعة مع الرئيس نبيه بري، كان في كمان تطرق من أزمة تشكيل الحكومة. والشيء المهم اللي صار أنه حكي لودريون عن أن المبادرة الفرنسية قائمة ولا تزال قائمة، وحكي عن الوفاء، أن فرنسا وفت بوعدها باتجاه التزاماتها للبنان اللي وعدت فيها، وخصوصا المبادرة الفرنسية، ولكن كان عنده عتب كبير على أنه المعنيين بلبنان، المسؤولين بلبنان، ما التزموا أو ما أوفوا بالتزاماتهم لفرنسا. طبعا من حكى عن العقوبات، يعني هيك عرفنا، أو التدابير العقابية اللي كانت بلشت وما أعلن عنها، وما في لائحة ولا في أسماء، هذا كله الكلام يعني مش صحيح. وحتى اعتبرت أنه فرنسا يمكن بعدم إثارة هذا الأمر هون، أنه هذا الموضوع بيعود لإلها، بس يرجع فرنسا من بعد هالجولة الاستطلاعية بيشوفوا كيف ممكن يتكمل هذا الأمر. الجو بعين التيني كان جيد، كان في تفاهم على أنه لازم تنحل أزمة تشكيل الحكومة، وكان في أيضا، ونحن بنعرف يعني التواصل الدائم كان بين عين التيني والإليزي مباشرة، يعني ما انقطع ولا يوم مع الرئيس الفرنسي بشكل مباشر، وكان في دعم فرنسي كتير كبير للمبادرة الفرنسية باعتبارها أنه كانت الخيار الأوحد كان بعده، أو الحل المطروح بقوة من أجل الخروج من أزمة تشكيل الحكومة، أو من النفق المسدود اللي كانت عم توصله كل مرة المساعي والجهود لتشكيلها. بعد الظهر نحن رح نتابع هذه اللقاءات، لأنه مؤشر كتير كبير من سيلتقي، وما هي الصورة التي يمكن أن يكونها الرئيس أو وزير الخارجية الفرنسي قبل ما يلتقي الرئيس المكلف، بعد ما عرفنا أنه ما عنده مؤتمر صحافي، بعد ما حكي بولا محل، يعني غادر بعبدة، غادر عين التيني من دون الإدلاء بأي تصريح، وحتى هني ما يعني السفارة الفرنسية ما عم تعلم لا بالزيارات اللي حصلت ولا بالزيارات اللي بدأت تحصل. هو أحاط هذه الزيارة بغموض، ولكن في الأجواء بتقول أنه في شغل فيها مفترض يبين خلال ساعات المساء بعد لقائه الرئيس المكلف، ونحن طبعا بالانتظار مواكبة لهذه الزيارة. دانا، شكرا لك ليندا مشلب على هذه المعلومات. رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل في مقر رئاسة ثانية في عين التين الوزير السابق غازي العريضي، وعرض معه الأوضاع العامة وآخر المستجدات، وغادر العريضي من دون الإدلاء بأي تصريح. ماذا جاء في قرار النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الحجز على البواخر المنتجة للكهرباء في إطار ملاحقة شبهات بالفساد؟ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم أصدر قرارا عن البواخر المنتجة للكهرباء، استند فيه إلى ما ورد في التحقيقات الأولية التي تجريها النيابة العامة المالية، بالإضافة إلى الكتاب الموقع من ممثلي شركتي جاردنز وكار باور شيب، والذي يتضمن التزام الشركة المذكورة بدفع مبلغ 25 مليون دولار أمريكي للدولة اللبنانية في حال تبين وجود سمسارات أو كوميسيون أو فساد في صفقة البواخر المنتجة للكهرباء. وقرر القاضي إبراهيم تكليف وزارة المالية بالامتناع عن دفع المبالغ المتوجبة والتي ستتوجب لمصلحة شركتي جاردنز وكار باور شيب إلى حين التزامهما بإعادة 25 مليون دولار للدولة اللبنانية. كما قرر منع البواخر المنتجة للكهرباء العائدة لشركة جاردنز من مغادرة الأراضي اللبنانية، وتعميم هذا القرار على مراكز الأمن العام والجمارك وقوى الأمن الداخلي والجيش من أجل ضمان التنفيذ، وذلك إلى حين قيام شركة جاردنز وشركة كار باور شيب بتنفيذ التزاماتهما وإبلاغ وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الأشغال العامة والنقل ووزارة الدفاع. وأصدر إبراهيم تعميم بلاغ بحث وتحرٍ بحق صاحب أو أصحاب الشركتين، ودعا إلى عدم دفع الكفالة المودعة من قبل شركة جاردنز لدى وزارة الطاقة والمياه أو أي جهة رسمية أخرى، وإبلاغ وزارتي المالية والطاقة والمياه بذلك. وكان المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري قد أبلغ الوزارات المعنية، أي المالية والأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان، إضافة إلى الأجهزة الأمنية، أي قوى الأمن الداخلي والأمن العام والجمارك ومديرية المخابرات في الجيش،
قرر النائب العام المالي الحجز على البواخر ومنعها من مغادرة لبنان. كما أبلغ القاضي الخوري وزارة المالية قرارا ثانيا صدر عن القاضي إبراهيم قضى بعدم دفع أي مستحقات لشركة كار باور شيب التركية المشغلة لبواخر الطاقة في لبنان، وذلك لضمان حقوق الدولة في تحصيل البند الجزائي الموقع ب 25 مليون دولار أمريكي في حال التثبت من دفع عمولات. تستكمل اللجنة الوزارية درس مسألة البطاقة التمويلية في اجتماع يعقد عصر اليوم في السرايا، فهل سيقر مشروع القانون المتصل بها ويحال إلى مجلس النواب؟ تستكمل اللجنة الوزارية البحث والدرس في مسألة البطاقة التمويلية في اجتماع يعقد في السراي الخميس في ظل ضبابية ترسمها سيناريوهات عدة وأسئلة لا إجابات واضحة عليها حتى الساعة، من أين ستمول؟ وما هي الفئات المستهدفة؟ وما مدى صلاحيتها؟ مين هي الفئات اللي بده يلحقها؟ قالوا 750 ألف عائلة. صح. طب أنا بدي أسألك سؤال، هل القطاع الخاص مشمول بهذا الموضوع نعم أم لا؟ القطاع الخاص منهك. صح. ليه منهك؟ في 1,200,000 شخص بيناتهم 300,000 شخص فقدوا عملهم من أزمة تشرين لليوم. صحيح. وبنفس الوقت انه هيدي الباقيين ما عشقتهم بتتراوح بين 800,000 ل 3 مليون. مزبوط. هو كلياتهم بيعيشوا هلا بلبنان. هيدي الفئة فيها. شو نعمل فيها؟ هاي اول شيء. النقطة الثانية، القطاع موظفين القطاع العام من اصغر واحد لاكبر ضابط بالجيش، مش هيك؟ مش هاي المعاشات العالية؟ صح. هل شو بعد معاشاتهم عم بتساوي؟ البطاقة التمويلية أصبحت مشروع قانون بانتظار إقراره حكوميا لإحالته إلى مجلس النواب، وبحسب المعلومات فإنه يلحظ تقديم 130 دولار لحوالي 750 ألف عائلة، وهو ما يحتم تأمين مبلغ يفوق المليار دولار للعام الحالي. ولكن من أين سيتم تمويل هذه البطاقة؟ هل من البنك المركزي وفق ما يصر الرئيس حسان دياب، أم من جهات خارجية؟ حتى الساعة لا بوادر أو إشارات على تأكيدها الدعم أو حتى الإقراض. عضو هيئة الرئاسة في حركة أمل خليل حمدان اعتبر أن أحياء يوم القدس هو بمثابة تأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه وعاصمته القدس الشريف، وتأكيد على ما قاله الإمام المغيب السيد موسى الصدر بأن مأساة فلسطين لطخة سوداء في الضمير العالمي. ودعا حمدان في اليوم العالمي للقدس إلى تذكير العالم بمأساة فلسطين التي بقيت القضية الوحيدة في العالم من دون حل. حركة أمل تحيي ذكرى 47 لقسم الإمام الصدر في سور. أحيت حركة أمل إقليم جبل عامل الذكرى 47 لقسم الإمام السيد موسى الصدر في مدينة سور، حيث أقام مكتب الشباب والرياضة احتفالاً عبر تطبيق زوم تحدث فيه عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد نصر الله، الذي شدد على ضرورة إنتاج حكومة أصيلة كاملة الصلاحيات. وقد أظهر الكثير من الأشقاء والأصدقاء الرغبة في ذلك والاستعداد لذلك، ولكن نحن كلبنانيين مع شديد الأسف شهور طويلة مرت ونحن نفتش عن الحكومة في عواصم الكون. نحن اليوم نملك الإرادة في أن نمد يدنا إلى أي واحد في هذا العالم، إلى أي مسؤول في هذا العالم، إلى أي زعيم في هذا العالم، من أجل أن يساعدنا على تشكيل حكومة، ولا نمد أيدينا لبعضنا البعض مع شديد الأسف. كما ألقى مسؤول مكتب الشباب والرياضة المركزي في حركة أمل علي ياسين كلمة في الاحتفال. فأنتم في أعين الرئيس النبيه ذخيرة لبنان، لأي فئة انتميتم ولأي حزب انتميتم ومعنى تحقيق قيامته، فأنتم رهان المستقبل في صنع وبناء بلدنا. وفي الختام أدى المشاركون القسم خلف صوت الإمام الصدر. المتابع مطالبتنا بحقوقنا المواطنية وبحقوق جميع المحرومين دون تردد أو دعم أو مساومة. وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي التقى السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، وبحث معه في التدابير التي تطلبها السفارة السورية في وزارة الداخلية لمواكبة تدفق السوريين المتواجدين في لبنان لممارسة حقهم في التصويت بالانتخابات الرئاسية السورية في 20 من أيار. إن شاء الله سوريا ولبنان بتنسيق أمني، بتنسيق اقتصادي، بتنسيق في كل المجالات، يعني يتجاوز البلدان الحصار والعقوبات والأزمات التي
يعاني هالبلدان. الرأي كان فيه كثير من الاستبشار بإمكانية الخروج من هذه الأوضاع الصعبة التي يعانيها الإخوة في لبنان وأشقائهم في سوريا. أعلنت المديرية العامة للقوى الأمن الداخلي عن إحدى أكبر عمليات للمخدرات في لبنان، موضحة أن أفراد الشبكة المتورطة كانوا يستخدمون شقة سكنية في دير أوبل كمخزن للمخدرات. وأشارت المديرية في بيان إلى أنه تم توقيف شخصين من أفراد الشبكة خلال كمين في عرية وثالث في محلة جسر صفير بالضاحية الجنوبية. وأكدت المديرية أن الكميات التي تم ضبطها تفوق 3500 ظرف وعلبة بلاستيكية موضبة بداخلها المخدرات، إضافة إلى كميات من مادة سلفيا وسبعة أجهزة خلوية. قالت شركة بروسيك في بيان إن مدنيين غير ذي صفة قضائية أو عدلية تجمهروا أمس أمام مركزها بشكل يهدد موجوداتها وأموالها الخاصة وتلك العائدة لزبائنها. وأعربت الشركة عن استعدادها لتنفيذ أي أمر فور تبلغها توضيحا أو أمرا من مجلس القضاء الأعلى أو النائب عن تمييزه حول المطلوب تنفيذه من الشركة وتفاصيله. وكانت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون قد قامت أمس بدهم شركة بروسيك لتحويل الأموال في بعبدة بعد رفضها تسليم الداتا. اللي حاصل أزمينكم وعنده شهود وأنا نظمت محضر بكل الوقاية بجرم المجرم. وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني وقع قرارا يتعلق بتحديد أسس تسوية غرامات التحقق المفروضة بموجب قوانين الضرائب عن المخالفات الحاصلة اعتبارا من الأول من آب عام 2019. وجه حاكم مصرف لبنان رياض سليم تعميما إلى جميع المصارف العاملة في لبنان وطلب منها تزويد البنك المركزي خلال مهلة أقصاها 17 من الشهر الحالي أرصدة ودائع الزبائن لديها بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية كما في 31/10/2019 وأرصدة الحسابات ذاتها كما أصبحت في 31/3/2021 بحيث لا تشمل الحسابات في 31/3/2021 أي حسابات مفتوحة بعد تاريخ 31/10/2019 وأية أموال جديدة في الحسابات القائمة. كما طلب سليم تزويد مصرف لبنان بأرصدة ودائع الزبائن لديها بالليرة اللبنانية وبالعملات الأجنبية كما في 31/12/2015 و31/3/2021 على أن تشكل جميع الحسابات القائمة لدى المصرف في التاريخين المشار إليهما باستثناء الأموال الجديدة. وضع كل من نقيبي صحف والمحررين عون الكاكي وجوزيف القصيفي إكليلا من الزهر باسم النقابيين على قاعدة تمثال شهداء في وسط بيروت لمناسبة ذكرى شهداء الصحافة. صحفيون لبنان كانوا في طليعة من دفع عن استقلال لبنان وكانوا سيفا مسلطا فوق رقاب من عاشوا فسادا في الوطن الغارق بدماء أبنائه الزكية. في 6 أيار نستذكر إعلاميين بذلوا دمائهم في سبيل انتصار الخير على الشر. هؤلاء الذين استحال حبرهم إلى دم يسطرون فيه وثيقة الحرية التي إذا ما عفى لونها يوما حبروها من جديد بعطاءاتهم السخية.